القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثن سلام ربي في اللوان وقي إذ درس ويس 405 من دروس التفسير، وما زال غاكذ سورة الروم وسقي ميرد ربادي نفسر سلايا ثيس 11 ألما ذلايا ثيس 16 مع دروس التفسير ومع الدرس رقم 405 نكمل تفسير الآيات من سورة الروم من الآية 11 إلى غاية الآية 16. الآيات تتحدث عن أمر مهم وخطير في حياة الإنسان، البعث، الإيمان بالآخرة. أيث مثلا فمسالت نلاخرث هي أصعب امتحان راه يعيش بلادهم في الدونيث، خطر الدونيث أقل غنسيدير ديكس نسنيت أقل غنسعيش ديكس تتوالي ثيط يسلم الزوغ نسيدير نسموالي، ولكن الآخرة وتنوالا راه ولا شيت أكا يروان النغ ولا شيت تنسوالي راه لاخر، ولكن أكن من الله أنا أعديك الامتحان. كلنا مختبرون في أمر الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم البعث والنشور، امتحان كبير. خطر أين ثولاثيت؟ ثولاث، ولكن أين ثولاثيت؟ غيب. لذلك ربي سبحانه عز وجل في سورة البقرة إناد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. الإيمان بالغيب شرط أساس لصحة الإيمان، يعني الإيمان سلاخرث ذي الغيب وثن ولا راه أماكن داغ أتصل أمور ولا راه نؤمن يسم نؤمن باللي ربي شقعد يمولهن تنسى، يعني الأنبياء والرسل ثن ولا راه سيدنا موسى سيدنا نوح سيدنا عيسى، ولكن من نؤمن ربي ربي أينك غادي يخبر سيدس آمنا بالله فنصدق بكل ما أمرنا الله عز وجل به أن نصدق وبكل ما أنبأنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأساس، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وثمسة الإيمان بالآخرة اسمحتي أكنث جهد أرث قرز دونيث، بمعنى آخر الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها، مسألة في غاية الأهمية. الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا، يعني من ومن سلاخرت ماشي المعنى يسن أنجد دونيث، خاطي خاطر زمري ونادي يفهم باللي مادام هذه من سلاخرت غاد دونيث يقاس هذه بعدك فلاس وشيت ساكر زال وشيت ساكر القيمة وري خدمتها فلاح وري فنو وري خدم تجارة أذي يرجو، خاصة الدونيث والزيلث وغزيف ثارة ولما غزيفث والزيلث ذا شو 70 سنة نغ 80 سنة نغ 90 سنة والو أتسع دين وسان ذغا سورتو العوامة جينجورا
أتمززن وسان لا إله إلا محمد رسول الله. شيء عجيب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولكن يوم ما يخذ ما كي يغلظ يغلظ أي غير خطر يروح أس الميزان أسيقاث لا لخرث أذي خدمتني لخرث تظليث الطعام والذكر وكذا أسيند خدمه إلى خرث ما الدنيا تستحواج غارة خطر وزيلف دي جات الجغ أي ثجن غات الجغ وقي غلط يروح أس الميزان. لذلك الميزان يمكن دين ربي القرآن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة خمم يوزكا إلى خرث ولا تنسى نصيبك من الدنيا إذا غث قرز دعوة هذا الميزان صافي الدنيث ما نسوامر إلى قدسنا عمر كوليونين ومزمر وذا فلاح وذا تجارة وذا الفني وذا إلى قد قرز الدنيث النغ يرنا من خذم الدنيث سنية يوذم ربي يأكل عثاف النغ أثي حسب ربي ذجر أي غادي ربي في سورة الأنعام الآية 162 إن تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صافي أترب حظ الدنيث وترب حظ الآخر وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن الإيمان بالآخرة كما قلنا يهذب الدنيا ولكن لا يعطلها يهذب الدنيا أي غار باش بلاد ما ذيخ من الشغال يسي الدنيا تقرزن خطري الزراء أدي يسي ونواس أذي يغال المضر ربي سبحانه أنا وضاك جري فاسنيس أغي حاسف مدام ثلا لاخرث إلى قناع سيمنخ إلى قناع سيمنخ ذايا خطر أين كوين الزرع أثنغلث أين كوين الزرع ذي الدنيث أثنغلث ثوران إلا يثنقرث من سلا ذي صورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية 11 شو دين ربي سبحانه الله يبدأ الخلق ثم يعيده دين ثم إليه ترجعون. يبدأ الخلق لو كرياتور ربي سبحانه خلق الدنيا خلق الكون من غير مثال سابق من العدم أوجد الكون وسائر الكائنات من العدم يعني يخلق ربي الدنيث يك الدنيث مرة سيولاش ثلا ذولاش يخلقي سيد ذن سيد يخلق ثا خلقيه ولكن يناد ثم يعيده ثم يجي ثم إليه ترجعون. يا أخي ذكرنا من باب الإعادة في الإعادة إفادة حروف العطف إلا ثم إلا ثا إلا واو إلا وكي حروف العطف الواو تفيد مطلق الجمع أدني جاء فلان وفلان جاء عمر ومحمد المعنى يسو ساند ونظران وإذا مزوارو وكي قاس مطلق الجمع وساند بضند شمندغ الجامع ولكن كدنيني جاء محمد فعمر ف سلفياجي المعنى اسم محمد اذا مزوارو عمر ذوي السين جوست ابري مباشره معنى ذاك قرنس الترتيب مع الفوريه فوريه ولا شو عطلنا راه يشمد محمد الفري بعيد عمر خاطر بغض الفا الى كديني ثم أديني جاء عمر جاء محمد ثم عمر ثم يجي أداة عطف ولكن تفيد الترتيب أمن ستنفى ولكن مع التراخي بلك بعد ساعة بلك بعد 20 ساعة بلك بعد 20 سنة ثم يجي ثو ساعة ذيني مي الزرم الأير دي هضر في الموث ربنا أماته يخذ ربي يقبض الأرواح أماته كمل ثم أقبره فأقبره ف
ثم إذا شاء أنشره. النشور ماشي ثورة، هذه مثفنا دم هذه يرجو وقادي مثل 200 سنة غير الفير، على بالكم سرجون سرجون يوم القيامة لطول القيام، لما تمرذوا 200 سنة، لما تمرذوا 5 قرون 10 قرون، راهم يستناو أنعامه مازال يوم القيامة. سبحان الله، هذيك المدة نتاع الانتظار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربي يسلك على خير. حنا يكون واحد يروح عند الطبيب يقول له استنى 45 دقيقة، يقول لك بزاف 45 دقيقة. سرجو دوك الطبيب خمسة أتجر أتوا تاع مرض المازوت ما توعد الله الشيء نسر ولا دينا عيا إي ثقال سرجو نشتي لاس. ولكن المؤمنين أتسيلي في سست في اللسم ماذو ياض ولا هارث وعر ولا هارث وعر مليح ماشي ذي نسه أنا غص ربي ذي كان دنيني أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ذا قد نغال الله يبدأ الخلق ثم يعيده أسكى يوم القيامة دنغال ياك سيد تكسمنا ذي روحي غصني كوش ذي روح أدغال الروح أدنغال أكنين الله وين يغدي خلقا سيولاش يزمر غدي يحيو فكرة النظام مرة ثانية. والإعادة أهون من الخلق الأول ثم إليه ترجعون. أنغال ربي سبحانه ربي ثم وان بعد 20 سنة كما رانا هنا في الجامعة الموت قاع، ولكن متى نموت الله أعلم. ربي ندوى لكل أجل كتاب واحد، وإذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنا مثيك القبر صندوق العمل، ولكن متى الله أعلم، وبعد 20 سنة وبعد 40 سنة وبعد 70 سنة الله أعلم. لذلك ربي سبحانه وتعالى كان يغال الغرس من المي انتك زران ثم إليه ترجعون. والآية يجي أم الآية نديوسان دي سورة البقرة الآية 281، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون يعني بدون شك ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة البقرة الآية 281 دقي. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يا لطيف اسمي اسم ربي المجرمون، الإجرام من الجريمة. ولش الجريمة يغلفن وين يخدم لا شريك يا ربي يروح حسك الميزان ياكو. يوم تقوم الساعة ماشي ثورة، ثورة نورمالة، ثورة اللي بغى يامن اللي بغى يكفر اللي بغى يعصي اللي بغى يطيع هو حر، حرية كاملة. ربنا وهديناه النجدين. لذلك بعض الناس يفتخرون بمعاصيهم، يفتخرون بشركهم، ويعتزون بإلحادهم خاصة في هذا الزمن. يعني الإلحاد تغلظ الموضة لا مود، الإلحاد أنشاف تفغى بفريد هذه خدمة كديش قاعد الانترنت نورمال حين شو نظلي ثقي لا شو نطاعي شو رمضان هاقي. التشكيك في كل شيء، أما ذي العبادات ذي الطاعات ذي يوم القيامة ذي كلش أشي قارن كني أن نج أن سو أن مغور أن مث بوان ولا شوالو لا لاخرت لا والو. وما الدنيا إلا إن أنت تزيك مزعم الميسورة. بالمناسبة الملحدون الجدد لم يخترعوا شيئا جديدا، يعني هذا أمر قديم، هذا أمر قديم. بل حتى بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام والله لا قديمة جدا، ولكن ما تفضل ديال الانترنت كاين شغل اجتهاد عبقريه ابداع يا ولدي قديمه قديمه بزاف تقديمين انت دحيون من جديد.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء سيناولنا. وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ذايا سأجد الرزومي لن دوني ثياك إرأس ويض إناس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. المسين وامدد يديك بالله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. كل شذي فوق سوي الكان بلد ما ذروس العقال مثل عبرض ربي سبحانه أين ما يزمر، وربي ذو الغفور ذو الرحيم ما يروح يون يوقف لربي سبحانه يومن ربي موحد يخدم الطاعة تين ما يزمر يسلك يرنا الدنيا في جس هريفة سنيس أدي قارث عمر سكن تفغان وستثارة كان ثلاثة خارف الشيخ محمد الحسين إنا يسو لاش تصبحي ثور نساعي ثمديث زرام لسير كونستانسان دا دينا ولاقي إكر ثفجريث يفاد الجاريس الجاريس يجهد يجهد مليحة يسفغ ثيوكوا زريعة فثوياث الرويس الزينة سد أي صباع الخير صباع الخير أمشاكا إن ياس سجد خرزغا ذرر زغر يسينا الجارني الشيخ محمد الحسين أذي يضرب بفلاس إن ياس الشيخ أذي خرزغا ذرر زغر فزمر تلا فيوهو تلا الدرية تلا زريعة تلا كل شيء لا الشيخ محمد ياسي لا خرث لا خرث فينا أو ناستينا شغل تبع مليح حنا مازال نسعى الوقت نسعى الظريف الاول يشقعس كرا كريم سلاين استقبالي ثنيثا قرانت إن السن ذمي غرثي جديد يعني قدي مانيكي وين ما تسلط إن السن ذمي غرثي جديد أديفك ربي الصفاريث نفسيث ولاش تصبحيث ورنسايث أمديث ولاش إيضا ورنسايث فجريث إن يسدونيث وكثكافيارا أذرارا زغر مثز مرض آلي غريك النكرزيث مثز مرض آلي غريك النكرزيث ها وريزميرا ذي كرزيك النين غاسي الزمري وذراي وزاغر باش كان سيخدم رود ريسمون ديال المخيس باش اسيني عمر الدوني انعام وتسيرا لاخرث ولم يكن لهم من شركاء ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون يياس اذيس خطر ذاين فثيثن الدونيث اسند يقولي لا ياس تبلط مديثن سن استحزانا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين سبحان الله وقالوا بيخدمني الشريكين ذي الدنيف خدمنا سالشريك يا ربي وثنفعنا ذي الاخر خطر ذي الاخر سوى ربنا لا يسلكن ذايا وقالوا كنت دنيثا كوالو ما ينفع والو يوم يفر المرء أذير والبنادم أما سيثم الطوطيس أما سيقوى الراويس أما سيقوى مولانيس كل ناس يقرص لك يقرروك كل يوم ذي سلك يقرص دايا كان ذي الدنيا ثانم ينفع ولكن ذي الآخر أسل الشفاعة ولكن بإذن الله سلاثنا ربي سبحانه ما إلا ذي الشريك إني أرزميرنا ذي الشافعا ولا ذي نفعا ولا أذنصرا خاطئ وذكفرني السن ولكن دي الآخر ذي نخطر فنس في ذلس أسنيني أسنين ذي الدنيا نراكم دي شريكنا يا ربي ذاكي ثورة ذي الآخر نكفر يسون ولكن لا ينفعهم كفرهم يوم القيامة بهؤلاء الشركاء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الله يا ربي الله الفراق أن فرقاك أكو كل يونان دي روح ولكن دفغنت سلاث الفرق سين الصناف سين الغاشي سين سي خلقيت مرة الصنفان زوارو وقال يروحنا غير الجنف غير جعل ربي ياكل سيسن ان شاء الله الصنف وايض وقال يروحنا رثايض بلا ما نسيت
داير سبحان الله هذه الاخر ادني ماجيني كان هكا تصور ايمانا قبل هذاك الشمن مولا الجنه الجنه هذاك الشمن قبل وياض جهنم باش المؤمنين فرحنا اكثر اسين الحمد لله ايمين يسلكا ربي لو كانوا نومينا راس ربي نومينا راس الاخر تنظروا على ربي فهم ديثنا غاتسوحاش ان دوك ذوك هذاكي ذيني ميت زرام هذا قال ربي ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون كل فريق دار يروح الايه كي زعما سيدي نشرح سي الايه ني ديوسان الايه في ديوسان في سوره الزمر مدينة ربي سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أضروحنا لجهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي غير زمرا خطرت معاون في الدنيا في الخسارة في الباطل أذش من ذا جهنم ذا جماعات يلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ذاك تزمة ثم قرانت ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا هثن وسني بضاد أسني بضاد وينذرونكم لقاء يومكم هذا ما كانش اللي ينكر قالوا بلى استعرفني ياك قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى آخره قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين والعياذ بالله أم بعد من مكش من وقاذني أغنجى ربي نجي المؤمنين أدغى المؤمنين ذا ربي هضرت فلسن مباشرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أربغ دي قرأ أماكن تسمعوان بذي الدونيث في الخير في الظليث في الطاعات أكون يسكشم ربي ينقروا غير الجنة أكني جماعات وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم رحبا يسوان لا أسلمنون سلام عليكم فادخلوها خالدين وقيل الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين يعني ربي استعرف سلعثاف النغ وقتفضلا منه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله معنى ثفرة ثفرة ما دين الحمد لله ثفرة ذاين وذاين يكفى الامتحان هذا الفوز الكبير لذلك رب سبحانه يناد ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وقاذ يمنا وعملوا الصالحات خطر الإيمان وحد السيلق الخذمي الهان سيرة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا كمل وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أثنذكي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربي سبحانه لم يحدد عملا صالحا بعينه لحكمة أرادها فكل ميسر لما خلق له ودينار ربي وقادي في الجوامع وقادي تعاوني هليلا وقادي تعاوني موضان وقادي تعاوني تساوي اللي بافيت في كورونا وجاك الصالح ربي دي قال عمل الصالح وقادي قد شنفت الدارف وقادي قد شنفت الجالي وجيلا إجاس ربي يكا أي غار كل يوم دايفا دي روح دي روح المهم وريت غيميا راكا وري خدم على والو خاطي إلا قد يخدم للصلاح هذا ربي دي قر خذ مثكانين الهان ذايا اسمي الصلاح فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الله يا ربي الله وكذاكي ربي سبحانه وعدي ثنيد الروضة الجنان فرحان يحبرون مسرورون أي غرس قرن الحمد لله لا ثف النغ نغلثيث أينين زرع ذي الدونيث نغلثيث ذي الآخر والروح على العثاب ديجا ذي الدونيث يون ما لا يزرع نغيزة مود مغيرة لكن يفغيلا وليس هذا يحزن شويط وإن كان فلاح يسعني أني أظن قرن ذي المثل لو كان سنتي سحسبو فلاح سنتي زرارة فلاح يسعني يجهدن يزرع
يفكاد ربي الله يبركد يفكاد يفكم بعد يتشور النية النية يفلاحن فهم في روضة يحبرون أذفرحن استمديت سن إصفرحن ذي الجنان أتغل ذاز كان سن ديجا أزكا أزكا أذي لي تفحير سير بحير من الجنة بعد أن يغال روي هذا غنجا ربي نجي المؤمنين وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وقال يكفرا يرنس يدفا أشدنا الأنبياء كذ المرسلين ألا ماذا قالوا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدفا الآيات ربي سبحانه ورمي نرس الآخر أسقارا ما كانش منها لا إلا وقال يمسكيث تغاضا مليح الكفار على خطر عظيم وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون أكن ملان أدحضرنا كن ملان ولاش وري غافا يونور زميرا ذي غاف يكوين دي خلق ربي سبحانه أضوضناك يرفسني سبحانه عز وجل باش أنا من الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها بالعكس وين يوم ننسل آخر أذي خدمك أذي فرص الدنيف ذي الطاعات ذي الصالحات أذي جعل ربي ثمديثنا مرة ثمديث إصفرحا والحمد لله رب العالمين.